باريس إحدى أكثر المدن السياحية المحبوبة في العالم، والمدينة معروفة بمبانيها التاريخية الفخمة. ولكن الحياة بالنسبة لكثير من السكان هنا تتميز بسرعة الإيقاع وتلوث الهواء، وكثيرون يتوقون لمزيد من الهدوء والمساحة. هذا بالذات ما تعتزم إدارة المدينة فعله من خلال إعادة التصميم، كما فعلت في حي ليزال بوسط المدينة. فقد كان هنا حتى وقت قريب مركز تسوق من السبعينيات، والآن يوجد بدلاً منه بناء حديث جيد الإضاءة. تحت مركز تسوق ليزال ثمة محطة مترو، حيث يصعد الركاب على درج كهربائي إلى الأعلى ليشاهدوا السماء والأشجار وكنيسة سانت أوستاش الجميلة. لقد أصبح المخرج بمثابة بوابة تطل على وسط باريس الجميل. حتى السبعينيات كانت هنا صلاة سوق تاريخية، وأنذاك كانت أجواء مفعمة بالحياة تسود ليزال. ولكن خلال السنوات الثلاثين الماضية تدهورت المنطقة أكثر فأكثر، وانتشرت فيها الجرائم الصغيرة. ومن خلال إعادة تصميم الساحة المركزية سيتم أخيراً رفع مستوى الحي من جديد. جرائم كثيرة في الماضي كانت ترتكب تحت الأرض، وكان يسمى قلب باريس السقيم، أما الآن فقد أصبح مكاناً مفتوحاً وجديداً. لم يكن مكاناً جميلاً في السابق ولا يقارن بهذا الآن، حيث يوجد مكان واسع للتنفس والضوء الكثير الذي يشعر بالحرية. لا يمكنني تصور أن الحديقة العامة أيضاً ستنتهي. كذلك ساحة الجمهورية بلاس دو لا ريبوبليك تم تغييرها جذرياً عام 2013. فقد كانت سابقاً مجرد محور مروري، أما الآن فهي مليئة بالعائلة والشباب. ولكن حي ليزال وساحة الجمهورية ليس إلا البداية، إذ أن هناك أكثر من 20 ساحة ومبنى عام ستقوم مدينة باريس بتحديثها حتى عام 2020. في نهاية القرن العشرين كان الهدف هو جعل باريس صديقة للسيارات، أما الآن فعلى العكس، لأن رجال الأعمال المبدعين لا يذهبون إلا إلى مدن يحبون العيش فيها، حيث يجدون مكاناً للتنفس، يريدون التنزه والاسترخاء في أجواء هادئة والخروج مع أصدقائهم لتناول الشراب، يريدون مكاناً للتأمل وممارسة الرياضة. ومن أجل تحقيق ذلك أطلقت بلدية المدينة مبادرة إعادة اكتشاف باريس، ما حفز مهندسين معماريين ومخططي مدن من كل أنحاء العالم لإرسال مقترحاتهم، والتصاميم الفائزة يمكن مشاهدتها الآن في جناح أرسنال. محطة الحافلات التي كانت كئيبة سيقام بدلاً منها مبنى زجاجي تزينه الأشجار، وسيضم المشروع حديقة عامة ومكاناً للعب الأطفال ومطاعم. وفي محطة قطارات قديمة جنوب باريس سيتم إنشاء مزرعة متعددة الطوابق للمواد الغذائية العضوية، ودار بلدية قديمة ستتحول إلى مبنى مكاتب حديث. إعادة الطبيعة إلى المدينة فكرة جميلة، وأن يجد المرء مكاناً أوسع للعمل والسكن وكذلك لقضاء أوقات الفراغ. مشاريع المساكن المشتركة بالذات تعتبر فكرة جيدة من أجل إعادة جمع سكان المدينة في مجتمع واحد، وهذا بعينه ما نحتاجه اليوم. نعود إلى ليزال. رغم عدم الانتهاء بعد من تهيئة حديقة مركز التسوق، إلا أن الزوار الأوائل بدأوا بالمجيء والاستمتاع بواحة الاسترخاء هذه وسط مدينة باريس المليونية.